السلام عليكم ورحمة الله، معكم الدكتور. دكتور محمود الصوص، طبعا حنكون بعد نص ساعة من الآن في لقاء حي على تلفزيون قنار عن موضوع العلاج الطبيعي والتأهيل. ما هو العلاج الطبيعي؟ العلاج الطبيعي تمت نشأته كعلاج، جزء من العلاج البديل وجزء من العلاج التقليدي. كانت نشأة العلاج الطبيعي بالشكل الرسمي بعد نهاية الحرب العالمية الأولى، وهذا المعالجين الطبيعيين الهدف منهم إنهم يعالجوا حالات الإعاقات، سواء الإعاقات البدنية أو الإعاقات الحركية أو بتر الأطراف أو الإصابات اللي كانت حاصلة في هذاك الأيام بعد الحرب العالمية الأولى. فتمت نشأة العلاج الطبيعي. العلاج الطبيعي هو علاج يستخدم أدوات عدة في تخفيف حدة الآلام، تخفيف حدة الإصابات، تخفيف حدة المشاكل اللي موجودة عنا. الأساليب اللي بنستخدمها في العلاج الطبيعي اللي هي كلها أساليب طبيعية، بتتلخص في الحركة، في التمارين، في التمارين العلاجية، في التمارين العلاجية لحل مشاكل كل أجهزة الجسم، من بينها القلب، الدماغ، المشاكل الدماغية، مشاكل المفاصل، مشاكل العظام. يعني بنحكي عن تأهيل كامل وصيانة كاملة لكل مشاكل الجسم. إحنا زي الأخصائي العلاج الطبيعي زي هو مهني في مجال الجسم. يعني أي حركات، مسجات، تمارين، تنشيط للعصب، تنشيط للجهاز الدوري، تنشيط للمعدة، تنشيط للقلب. يعني إحنا بنعمل عملية إدارة وعملية تنشيط كامل باستخدام التمارين، باستخدام المياه، باستخدام الحرارة، باستخدامات الكهرباء والأجهزة الكهرباء، باستخدامات شغلات مانيوال، يعني شغلات يدوية المعالج، لتصحيح بعض الأمور، لتخفيف حدة آلام بعض الأمور. دورنا كثير اللي هو تثقيفي وتوعية. دورنا بالنسبة للمعالج الطبيعي أكتر شوي بيعتمد على هاي الأساليب. بنتعامل مع الأعشاب بس بشكل أقل، مش إحنا تركيزنا على النواحي الحركية والبدنية. هذا هو التركيز في العلاج الطبيعي. طبعا ما بنستخدم أي أدوية، ما بنستخدم أي شيء مش طبيعي في شغلنا. اي واحد مثلا بيجي عندنا بدنا وجع راس، بيتم التشخيص زي كل المهن الطبية التانية. كل المهن الطبية بتشخص عشان تعرف المشكلة، كل المهن بتشخص عشان توصل للهدف الرئيسي اللي هو المشكلة. هلا الاختلافات بتصير في طرق العلاج. في ناس بيعالجوا بس عن طريق الأعشاب، في ناس بيعالجوا عن طريق الأمور النفسية والتشجيع وهاي الأمور، في ناس بيعالجوا عن طريق الأدوية اللي هم زي الأطباء مثلا بيشوفوا حالتك عندك وجع راس، هاي الدواء كذا. في ناس بيعالجوا عن طريق الجراحة زي الجراحين والمختصين. فهي طريقة العلاج هي اللي بتختلف. احنا طريقة العلاج تاعنا اللي هي مبنية على القواعد الأصيلة في الطب العربي والطب البديل وهاي الأمور، وتركيزنا على الجانب الحركي. وإحنا عملية تأهيل. تأهيل معناته بنستخدم أكثر من مجال لتحسين وضع المريض لأفضل حالة ممكنة. على سبيل المثال، واحد معه جلطة دماغية، صار معه شلل، إحنا في هاي الحالة بنستخدم العلاج الطبيعي، بنستخدم العلاج الوظيفي، بنستخدم المساج، بنستخدم الإبر الصينية، بنستخدم الطب البديل، بنستخدم الأعشاب، بنستخدم أخصائي علاج النطق، بنستخدم أخصائي للتركيز، بنستخدم سايكولوجيست، بنستخدم يعني عدة أخصائيين بدخلوا في مجال العلاج والتأهيل لهدول الأشخاص المعاقين، بحيث إنه هذا تاع الجلطة في بيكون عنده مشاكل في العضلات، مشاكل في الأعصاب، في عنده شلل نصفي، في عنده عدم تحكم في البول، عدم تحكم في البراز، في عنده أعراض أعصاب، في عنده أعراض ألم. فإحنا مؤهلين إن نتعامل مع هذه الحالات ونخفف كل هذا الشيء عن طريق الحركات اللي بنسويها. هذا هو العلاج الطبيعي باختصار، اللي هو دراسي لمدة 4 سنوات لـ5 سنوات.
حسب البلد وحسب النظام. طبعا هو زي اي تخصص ثاني، بتخلص مرحلة البكالوريوس لازم تحصل على رخصة في مزاولة المهنة، هاي الرخصة بدها عملية تدريب لمدة سنة، بعدها انت بتكون اخصائي علاج طبيعي. بعد ما تعمل اخصائي علاج طبيعي في عندك المجال اذا بدك تطلق في الحقل العملي، ساعتها ممكن تسجل وتاخذ كورسات تخصصية في علاج حالات معينة زي حالات العمود الفقري او حالات الاعصاب او حالات الاولاد. في حال قررت بعد البكالوريوس انك تكمل في الماجستير وتكمل في الدكتوراه، فانت بتاخذ دكتوراه في هاي الحالة علوم طبية وعلوم صحية، اللي هي بتأهلك انك تكون تقدر تعمل ابحاث، تقدر تعطي للناس، تقدر تعمل سيرش، تقدر تعمل تجهز مواضيع، بتقدر تدرس في جامعات، بتقدر تدرس كل هذا الشيء. فهذا هو باختصار مهنة العلاج الطبيعي اللي هي اللي احنا وانا بما انه اخصائي علاج طبيعي ودكتوراه في العلاج الطبيعي والخبرة هذه كلها في كل المجالات اللي حكينا معها لاني درستها وتعاملت مع المرضى. يعني احنا بنعطيكم النواحي النظرية اللي هي قاعدة، وبنكملكم على النواحي العملية لإنهاء كل مشاكلكم. وما دام العلاج الطبيعي بنحكي عن شغلات يدوية كذا وشغلات خفيفة احنا ممكن نستخدمها وتمارين، إذا إمكانية إن نعلمكم الحركات هذه إنكم تسووها لوحدكم هذه جابت نجحت كتير زي ما حسيتوا. يعني بمجرد التعليمات هذه اللي بتشوفوها وإن نفرجيكم بعض الحركات وكذا، لوجع الظهر، لوجع الكتاف، لوجع الرأس، فانتم مجرد مشاهدتكم ومجرد تجربتكم بشكل ذاتي، يعني مش حتى حدا يعطيكم اياها، انتم بتعملوها ذاتيا وانتم بتشعروا انه في تحسن. يعني بنعطيكم زي جلسات على الهواء وبنعلمكم احنا الهدف منه ان نوصلكم الرساله هذه، انه انتم تصيروا تعالجوا حالكم في حالكم، وانتم تصيروا تشخصوا حالكم، وفي نهايه الامر احنا بدنا اياكم تفهموا جسمكم يا جماعه الخير، هذا الجسم اللي المفروض احنا نفهمه قبل ما نفهم شو اللي قاعد بصير في حياتنا، شو قاعد بصير في علاقاتنا مع الاخرين. فاحنا بنساعدكم انكم تفهموا جسمكم عن طريق الصفحه هذه، تعرفوا كيف تشخصوه، تعرفوا كيف الاعراض، تعرفوا كيف تخففوا من الأعراض، وتعرفوا كيف تكونوا ذاتيين في العلاج. وهذا طبعا كله بس بدنا منكم تساعدوا ناس تانيين، تساعدوا ناس تانيين، وهذا اللي بنرجوه منكم فقط على أساس الصدقة الجارية هاي تتم على الجميع. خلي الناس يعرفوا ويشوفوا شو يعني العلاج الطبيعي، وشو هذا قاعد بيسوي، مين هالدكتور هذا اللي قاعد بيعمل بكلنا حركات كذا كذا، من اول مره بنشوف هاي الحركات، منين هذا جايبها يا جماعه الخير. هذا العالم كله بيشتغل في هذه الامور، والعالم كله بيتعامل في هذه الامور، بس احنا شوي لورا في هذه الامور، لانه جرونا لقدام لشغلات الادويه وشغلات الثاني. بلاش هلا نفرط في الحكي على كل. هذه باختصار مهمة العلاج الطبيعي ومهنة العلاج الطبيعي اللي هي مهنة إنسانية بالدرجة الأولى، وموجودة بس عشان تساعد المعاقين أي إعاقة إنها تتخطى الصعوبات هذه. فإحنا بنكون السايكولوجيست، وإحنا بنكون المعالج الطبيعي والمعالج الوظيفي والصديق واللاذ، وعلاقتنا لازم تكون 100%، ونكون قادرين ان نعطي المريض في هاي الحالة. احنا بنساعد كتير زي ما انتم شايفين كديش ناس بنساعدهم وكديش بيستفادوا من هالشغلات البسيطة هذه اللي هي بنحاول نقنعكم فيها بس، والتجربة اكبر برهان. ماشي الحال، اذا بعد نص ساعة من الان اللي بده يعرف الكثير عن موضوع العلاج الطبيعي او حابب يدرس حدا او يدرس علاج طبيعي ممكن يرجع لنا، حنطلع لكم لايف مع التلفزيون ان شاء الله وتستفيدوا. شكرا على المتابعة، كان معكم الدكتور محمود السوس.